في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والإيمان. ونحن الآن في جامع الباشا في سوق باب السراي العتيق، هذا الجامع التاريخي الذي يعود بناؤه إلى سنة 1161 للهجرة، حيث بناه والي الموصل آنذاك حسين باشا الجليلي. هذا الجامع لكونه يقع في سوق الموصل القديم في سوق باب السراي لم يكن يشهد في تاريخ إقامة صلاتي العشاء والتراويح في شهر رمضان المبارك، ولكننا بعد أعمال التحرير وبعد إعادة إعمار الجامع وبالتحديث في سنة 2019 ارتأينا لإقامة صلاتي العشاء والتراويح في هذا الجامع، والحمد لله رب العالمين رأينا من أهالينا في مدينة الموصل إقبالا واضحا على أداء الصلاة في هذا الجامع المبارك الذي يقصده الكثير من أبناء هذه المدينة، إذ أن بناء هذا الجامع وتاريخه يرتبط والموصليين يعشقه أهل الموصل، لأنه كما قلنا أصبح أيقونة موصلية لما حافظ عليه من تراث قديم في مدينة الموصل. حقيقة مدينة الموصل مدينة عظيمة في تاريخها، جوامعها كلها أثرية، ولكن أغلب هذه الجوامع الأثرية تعرضت إلى إبادة بالكامل، إلا أن جامع الباشا نجا من هذه الإبادة ولم يصبه إلا ضرر قليل كاد أن يكون سطحيا. أعدنا عمارة في سنة 2018 وافتتح في سنة 2019، والحمد لله رب العالمين تقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة.